اهلا بحضراتكم من جديد اعزائي المشاهدين. مصر مع البرازيل وكوريا مع المكسيك والكسبان هيلاعب الكسبان باذن الله. نتمنى من الله التوفيق والسداد والفوز لمنتخبنا الوطني باذن الله، هتكون مهمه جدا. يعني عندي امل في اسبانيا هتلاعب كوت ديفوار، واليابان هتلاعب نيوزيلندا. الفائز من مصر والبرازيل مع الفائز من كوريا والمكسيك، والفائز من اسبانيا وكوت ديفوار مع الفائز من اليابان ونيوزيلندا. كابتن سامي، تغييرات التشكيل من وجهه نظرك اللي ممكن يغيرها كابتن شوقي غريب؟ بص يا كابتن، لو اشتغلنا على الثلاث ماتشات فيهم ثلاث تغييرات. نعم. اول مباراه لعب باثنين نص ملعب اللي احنا بنقول عليهم زي عمودين نص ملعب. ايوه. لعب بامام ولعب باكرم توفيق ولعب بثلاثه اللي ورا مع الطرفين. صحيح. قفل بشكل كويس قوي، حب يلعب على المرتدات، فحط امام جنب 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 اكرم توفيق. لما جه لعب المباراه اللي بعدها عمل تغييره اللي هي بقى فيها المرونه، لان النهارده امام بيثبت جنب اكرم توفيق، عندك عمار لا ممكن يغير الطريقه، يسبب بس اكرم توفيق وعمار روح زايد مع الناس اللي بتلعب تحت الفيروت، فيحاول الطريقه بشكل تاني. المباراه الثالثه بقى شال الاثنين، شال امام وشال عمار، ما حطهمش الاثنين في التشكيل، ولعب باكرم لوحده. نعم. وثلاثه تحت واحد. بس كان مطالب بالريسك. ما هنقول عشان كده. نعم. عمل ايه؟ التيارات اتغيرت. نعم. عايز تلعب باثنين ثابتين عملت في اسبانيا، عايز تلعب واحد يثبت واحد يبقى عنده مرونه ويزيد، لعبت بعمار جنب في الارجنتين جنب في اكرم توفيق. نعم. حبيت تهاجم قوي وتضغط من قدام، شلت الاثنين وحطيت اكرم لوحده. نعم. عشان كده هو ده اللي احنا عايزينه. هل الكابتن شوقي في المباراه اللي جايه عايز يثبت اثنين ويدوا حريه للطرفين اللي هما اللي هو العراقي مع فتوح مع الثلاثي الامامي، ويبقى واقف امام مع توفيق مع الثلاثي اللي ورا، ده هيبقى هو ده اللي عايزه كابتن شوقي. عايز بقى يبقى عمار يزيد ويحاول الطريقه ويبقى عنده جزء هجومي زياده على المرتدات، هيحط عمار. فهي حسب فكر الكابتن شوقي. كابتن شوقي عايز يقفل ويشتغل تدريب مساحات، على حسب فكر الكابتن شوقي. بس احنا عايزين نقرب للناس تشكيل الامثل الامثل هيلعب، بنتكلم على اثنين في الاول تستمتص الحماس بتاع فريق. يعني خلينا نقول الشناوي كريم الاساسي. بص يا كابتن، في 8 اساسيين للشناوي وفي 10 اساسيين كمان. هنقول الشناوي. كمل بقى. الشناوي كريم العراقي. فتوح ناحيه الشمال، والثلاثي بقى اللي احنا اللي هو اسامه جلال مع الونش مع حجازي. نص ملعب امام واكرم توفيق. الثلاثي بقى اللي كان بيتكلم وليد. صلاح محسن عنده صبحي خلصان كده خلصان، واحمد ياسر خلصان. الثالث صلاح محسن. ليه صلاح محسن؟ عنده ميزه في السرعات، انه سريع قوي، يعني الهجمه المرتده سريعه قوي، وعنده ميزه زي ما كان بيتكلم وليد ان العرضيات هيكمل كافيرو والتاني جوه ال 18. يبقى هي تغييره من وجهه نظرك على حساب طاهر، ينزل امام بس في وسط الملعب. في وسط الملعب صح كده؟ ينزل يقفل ده كلام الكابتن عشان يقف يبقى فيه تقل شويه، لان هم انتوا هات كتير قوي بيعملوها في الفريق.